amazing natural phenomena أو ظواهر طبيعية مدهشة. اليوم موضوعنا مع مارك بيروتي. ابتدينا هذا الموضوع مش من زمان، اليوم البارت 2، بعد عنا بارت 3 ذا ريفانج. هلا إذا كمان حبيتون مثل هذيك المرة بنعمل بارت 3. نرجع نعمل. سبحان الله شو في عنا ظواهر طبيعية مدهشة. بنطلع أوقات بنقول مش معقول شو غريب القصة، يعني أوقات بنطلع بالغيوم بنشوف أشكال، بنطلع على البحر كمان بنشوف ألوان، وقت بترعد وهيك كمان بنشوف ظواهر طبيعية. بس في منهم هول عم تقولين، في منهم اليوم أنا صح. لما بحس لما بشوفهم بتقري عنهم انا ما بعرف كذا هيك بحس حالي بندهش كل مره بحس حالي انه قديش نحن صغار وقديه العالم في اشياء حلوه صح. بس حبيت نبلش بصوره بعثت لنا اياها رفيقتك مش هيك؟ صح. رح بس نرجع نفرجي هذيك المره بعثتها واليوم ما رح نفرجيها. هيدي الصوره التقطتها بلبنان مزبوط، بس رح فرجي قبل شو كنا نحن عم نفرجي. هلا اذا بنشوف الصور كنا عم نحكي عن اللانتيكولر كلاودز يلي هن مثل غيوم بيجوا فوق جبل مثل هون. نحن كنا عم نفرجي هيدي الصور صح، ومثل هيك ومثل هيك. وبعدين في دونك قالي لنا هالصوره تالين بعثت لنا هالصوره التقطتها كانت قالت لنا فوق دير مرشايا. هيدي صوره بلبنان هي التقطتها، بنبعث لها تحيه. حلوه كثير يعني وطبيعيه صح. واذا مشاهدين عندهم هيك اشياء صور كمان غريبه يبعثوا لنا اياهم. دونك رح نكمل نحن بهيدي الظواهر. واول شيء انا اليوم كثير رح اشدد على المي، اشياء بالمي، بس اول وحده مش بالمي، رح نكمل بالغيوم. رح نحكي عن شيء كثير حلو بسمون يعني ليك شو حلوين هول سيركل اوف بيقولوا لهم او حتى يعني فاير رينبو. هيدا بيصير على العالي يعني نحن معودين نشوف الكونسيال يعني على الواتي كوس كسح وهيك، بس هون اللي عم نشوفه هو على العالي فوق نجوم. بيصير عادة بيصير لما كمان يكون في مثل ثلج ويلتقى فيهم الضوء من الشمس، لكن الألوان تطلع كتير حلوة. كمان أكيد عم نحكي عن الجمال فيها أنه هول الألوان كلها بتصير بالسماء يعني فوق على العالي هيك لك شو حلوين، يعني بتطلعي تشوف كل هالألوان قدامك صح. وهيدي أول زهرة كتير حلوة. هلا رح بس ذكر بزهرة شفناها قبل يلي كنا متذكرة وقتها حكينا عنها، وقتها البحر بيكون في آل كل ما بدق فيهم بصيروا أزرق، أزرق سموها إلكتريك بلوسيز. فعم نشوف كيف هن. هلا رح نروح شوف ألوان تانيين بالبحر اليوم. وكمان تذكير سريع كنا حكينا من زمان ما إذا بتذكر السفنية على البينك بيتشز كمان الموجودين كثير بالعالم صح. يلي معودين نحن نشوف انه البحر اوكي لونه عادي بس الرمل لونه زهر زهر مثل ما اليوم في كثير صور يعني بده انه هيك كتار شوي. وهولي صور طبيعية كل الصور طبيعية ما في فوتوشوب ما في شيء أكيد صح. فعادة نحن كنا نشوف أنه البحر بيكون عادي لونه بس الرمل لونه زهر أو هيك صح. اللي رح نشوفه هلا شوفه ملا صورة كتير حلوة اسمه هيلر ليك. هيدا كمان لاك كتير حلو بأستراليا بتطلع عليه من بعيد بتشوفه هذا الشيء. لما بتقربي ستيفاني هيدا هو اللاك كيلر. لون كله طبيعي. لونه زهر 100%. هيدا لاك طوله 600 متر كله زهر لحد اليوم بعده زهر. بالاول فكروا انه بس ببين زهر، فلما اخذوا مي على اساس بياخذوا فكروا انه الكعب زهر بس هو منه هيدا اللون. فلما حتى المي لونه زهر؟ ايه لما بياخذوا مي بقنينه وبيطلعوا عليها كمان بدلها زهر. ما عرفوا شو الفينومين؟ هلا في كثير اسباب، واحد منهم انه في اوكاليبتوس حواليه كله وفي كثير ملح بالارض وفي دازانج بيعيشوا عليها بيعطوا هاللون، بس كل مره بيقولوا انه هيدا الريزون تطلع مش مضبوطه لحد هلا يعني. فرجيك بعد كم صوره مع انه كثير غريب هلاك وبدله طبيعي العالم فيها تسبح فيه ما في مشكل يعني حتى على الانسان. ليك هون صوره واحده بسمح فيه بينك بقوه يعني كمان يعني شوف انا كثير حبيت هذه الصوره هيك يعني هذا من فوق مش صح. حلو صح. دونك هيدا بس الزلمه فيش بس ما تاتيانا حبتها حلو الزلمه ما هو منه كثير يعني غميق لك وهيك. رح نكمل كمان بعد بألوان البحر ورح نروح على شيء اسمه ريد تايد يلي هن سوري هون عم تطلع على كمان ألج شو عم نشوف؟ هون عم نشوف كمان بحر لما هيدا البحر كمان بيجوا ألج عليه وهول الألج بخلوا بفترة من الفترات لما المي كتير تجي
لما المي كثير تجي بقوه وتبرم المي بسرعه كثير وهيك بصير لونه احمر. اوكي بصير لونه احمر مع الازرق. مزبوط بس بدلها لفتره كثير صغيره، بس هون كمان بعده عادي. هفرجيك شيء اكسبسيونال ورح تاتيانا تفرجينا عنه موفي كمان. بتحبي الكابوتشينو؟ بتحبي الكابوتشينو؟ بتتخيل الشيء انه معقول البحر يصير كابوتشينو شي مره؟ لا هنشوف ما في بنحضر الفيديو بنرجع نحكي عنه. هيدا بتصير صارت شي 6 مرات لحد هلا بالعالم. بحر بصير كله فوم، بس بنحكي عن البحر يعني، وهيدا هيدا الفوم بتصير تفوت وين ما كان ليك شو حلو بيسبحوا فيها. صابون 100%. هيدا بسموه كابوتشينو كوست، يعني بصير الشط البحر مثل رغوه الكابوتشينو لما بيعملوا كافيه لاتيه مثلا او هيك، بس بتصير بالبحر. فعندي كثير صور عن هذا الفينومين ورح نحكي عنه هلا. كيف بيصير؟ بيصير كمان لانه بيكون في كثير ملح بالبحر، بيلتقى مع دبري بيكونوا مجمعين كثير من حيوانات قبل او حيوانات بحريه او هيك ميته مع الوقت يعني، بيلتقوا كلهم مع الملح وبعدين بيجي كوره مي قوي بيعمل رغوه، يعني كيف بتصير في رغوه مثل موس وبعدين بفوت على الشط. بفرنسا بيعملوا سواري موس. مزبوط بالبدني بينزلوا بس هذا بالبحر طبيعي. رح نشوف شيء تطلع كلك مي لبرا. هلا بتطلع بالصور بتشبه شوي هول الصور. اذا فينا نبلش هيك نشوف الصور نطلع عليهم. دونك ليك كيف يعني بصير تضرب بالشط يعني. هلا في هول الصور اللي انا معي هون منهم صاروا باستراليا، في منهم بصيروا بويلز، مش كثير باوروبا كثير قليل تيصير، صار مره واحده حد البرتغال. دونك ليك بتشوف البحر صار ابيض يعني. وحلو بضحك بالفيديو بس احنا ما حسمعنا صوت الاولاد كيف بيفهموا الخبريات يعني كمان. دونك هيدا كابوتشينو كوست، يعني بفوت هيك كابوتشينو على الزفر تعترات. ليك شو مهضومين هون عم يسبحوا بقلبهم. هلا مش كثير قلتك من المي من الرغوه تبع كل شيء يعني، كمان هو في ديزالك بقلبهم بالبحر بيطلعوا هالرغوه. مزبوط هول في مواد بتطلع رغوه بتلتقى مع المي ومع الملح بس بكره قوي وبصير عن هيك. هون وصلوا على الاوتيل يعني كمان عليهم. رح نضلنا بالبحر كمان، مش بالبحر بالمي يعني، ورح نروح على اندونيسيا. دونك هيدا كمان لاك هن 3 فوق بعضهم، هن على راس بركان هول لاك. بتشوفي الوانهم ستيفاني، اسمه ماونت كاليموتو باندونيسيا. الاثنين يلي تحت موصولين ببعضهم، والفوقان اللي على الشمال ما موصول فيهم. هول لاك بيتغير الوانهم كمان ليك كيف بصير يعني. هون عم نشوفهم كيف كانوا ازرق وازرق، صاروا ازرق واحمر، ازرق على تركواز على 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 اخضر. وهون كمان لون ثالث ليك كل واحد من ميله كيف بتتغير كل السنه حسب كيف الفولكان موجود بيبعت اي معادن على هذا اللاك. هول المعادن حسب بيتغيروا مع الوقت يعني، باندونيسيا بيعتبرون اشياء الهيه وعندهم معاني. بس هيك شو حلو كيف بيتغير الوانهم كمان هيك طبيعيا، بخصوص يعني بتصير دغري طبيعيا. هلا رح نشوف شغله هي بكولومبيا. انا من احلى اشياء عندي بهالاشياء اللي عم نشوفها واحلى الالوان، ايه اسمها كانو كريستالز. هيدا هو نهر طويل، عادة النهر بيكون فيه كتير مي عليه، وفجأة بالسنة بتصير عادة بآخر سنة يعني من سبتمبر لنوفمبر بيكون بطل في الشتاء، خف كتير المي، ولما بتنزل المي بنشوف شو في تحت. خاصة وحدة مزبوط مثل ما بتقولي الج عم نشوفها قدامنا اسمها ماكارينيا. هيدا الالج الحمراء بتبين مثل الغنية قريبة عليها. هيدا لأنه الشمس بتصير تضرب عليها بتصير حمراء، ولانه بهيدا الريفير في الازرق يلي هو لون البحر والابيض، وفي عندنا كمان الوان موس، بيخلق مع هالاحمر الوان مش طبيعيه على طول كوراي كيلومترات. بس هفرجيك الصور تشوفي هون. اول ما الاحمر يكون عم ببلش بصير زهر، وبعدين تشوفي فيستيفال الوان كله سوا بصير، والعالم بليك مروع بالألوان. اخضر ازرق شو ما بدك، ازرق اخضر اورانج اصفر كلهم بصيروا بالكانو كريستلز. نهر يعني طويل ليك هالصوره، كل الوان موجوده بمطرح واحد. في بيير سومي بريسيوز هيك بتعطي هالالوان صح. فليك شو حلوين يعني. والحلو هون نقول انه هيدا كان ما فينا نشوفهم لانه كان في كثير حرب بكولومبيا، بس من فتره رجعوا سامحوهم، فالعالم بس مش كلهم بيقدروا يروحوا يشوفوهم. ليك بالاخر كيف تنتهي بشلل،
حلوين. هلا هون كنا عم نشوف البحر اوكي والج بتغير اللون، بس رح نشوف هلا شيء بيدوخ وباخذ ملايين السنين ليعمل وما تفكري فوتوشوب ستيفاني، ليه كمل جبل اوكي. هيدا جبل بالصين هلا رح اقرا لان اسمه كثير صعب وان شاء الله الفظه مزبوط. اسمه زانغيه دانكسيا. الدانكسيا هي النوع الروك الموجوده والزانغيه هي المطرح. هلا صيني مش كثير بحكي، بس الفكره هي انه هيدا بملايين السنين ليه كمل الالوان اجى كل انواع الرمل لمطرح واحد، تجمعوا تكبسوا مع الوقت مع الثلج مع الاشياء كلهم وصاروا مثل جبل. بعدين هيدا الادو الهيمالايا مش كثير بعيد عنهم يعني زيت الفورماسيون، خلق مناظر مش طبيعيه من كل الوان الرمل الموجود بجبل واحد. تصور انت على بكره توعه وتشوف هذا المنظر بوشك. انا مش بدي اتصور، انا بدي اروح. صرت انا كمان بدي اروح. اتمنى حلوه ليك ليك من المناظر مش فوتوشوب، بالطبيعه جبل في كل هالالوان يعني شيء بعد اميزنج. ما سمعت بس انه حلوه مش ليك شو حلو عن جد. بتطلع على الصوره بتصير تقول يا عم معقول هذا جبل؟ رح ارجع ارد لك هي الصوره اللي بالاول كنا نصور توعي هيك مش معقول مش معقول على مد النظر. ترجع تطلع تاني ميله تشوف هالمنظر، ترجع تطلع عشميلك تشوف غير منظر كمان حلو. يا هاي سان غيف عن جد. هلا رح نشوف نروح على الثلج، يعني لانه حكينا كثير بحر وهيك ما شفنا الثلج. نحن وصغار كنا نحب نعمل اشكال مش هيك بالثلج، بس في شكل الطبيعه بتعمله لوحده يلي هو بسموه سنو دوناتس. دولاب دولاب هيدا شيء كثير حلو رح فرجيك كثير صور عنه. الفكره بتصير هيدا ما بنصح مش مقلي ولا هيدا دوناتس فري كالوريز ما في بقلبه شيء هيك. الفكره كيف بتصير؟ بيكون الثلج بيقدر يزحط عليه، بده يكون في سقعه وبده يجي هواء، بصير هذا الهواء يخلي هذا الثلج شوي شوي يقلب، وهو عم يقلب بفورم سيركولير وبتاخذ هيك على جبل بيتحول لدونات. وكيف تقلب النصانيه منه لانه على تقل تقلب وبصير في عندي كالاشكال ليك شو حلو. سنو دونات اسمهم. مساحاتها ما بتصير بوحده واثنين، يعني ليك كيف بلشوا ينزلوا بتشوفي الخطوط كيف تكونوا بيبرموا لينزلوا بيعملوا هالاشكال. بعدين اكيد في هيدي بان اوريزون حلوه بس ليك شوفي كيف هون مش كثير مبينين، بس انه دوناتس مكونين بالثلج لوحدهم. هيدي الصوره حلوه كثير لانه شوفي كيف تكونوا نزلوا برموا وتكونوا. هلا هول الاشياء ما بصيروا دائما يعني اكيد انا قليله بس بتصير، ومشان هيك عم نسميهم اميزنج ناتشرال فينومينا. واخر وحده كثير حبيتها لانه بتشبه ما بعرف شو اسمه هذا السير هيك حسيت مثل الفاي بينزلوا تبعتي كيف بطل الدونات يعني صارت مثل لفوا على بعضهم بس ما بعرف مشبهها يعني لشو ايه هيك ما بعرف شو بسموها بس انه كثير حلوه هيك حبيتها بقلبها. هون كمان بعدنا بالناتشرال فينومينا يلي بتصير بالثلج. رح نشوف بعدين اشوف اذا انت رح تعرفي شو هو، بس انا وقت شفته حسيت بلان بلان بس بالهواء. ايه هيدا الصوره مش بلان، هيدا الصوره صارت بسكوتلند. هولي كلهم عصافير زرزور بيقولوا له بالعربي. بيمشوا سوا وعلى كتر هالإيماج. هلا هيدي الصورة ثابت هيك، في وحدة تانية هيك كيف شكلها، وحدة ثالثة شكلها هيك، يعني بتشوف العصافير كلهم هي مثل العصفور. هيدا مثله ومزبوط ايه انه وهون بنشوف كيف بيكونوا طايرين كلهم، وهيدا هو الزرزور عصفور صغير يعني. فسأرجع حط الصورة الأولى لأنه كانت كثير حلوة لنحكي عنها كيف بتصير. هول العصافير لما أكيد بيكونوا طايرين بقوة يروحوا يعملوا ميغراسيون من مطرح لمطرح. الفارم يلي بيخلقوها شو جمع زرزور؟ زرازير زرازير بركي ما بعرف يعني. فإنه كون الفكرة اللي كشف الزرازير بيعملوا أشكال وأنواع مزبوط. فهيدا ألوان ألوان كثير كثير حلوين منهم. وكمان عندنا فينومين طبيعي حلو له علاقه بالمي، هيدا ما بتصير دائما، صارت مره واحده وبالغلط معه الشخص اللي اخذها. اسمه كولورفول ووترفولز. هون هيدا بكاليفورنيا حدا كان واقف طب بده يصور شلال، وفجاه بالمطرح اللي هو واقف فيه حسب كيف اشعه الشمس كانت جايه طلع الكعب تبعه للشلال كل الالوان سوا وعطى هيدي الصورة يلي بس موجودة معنا غير هالصورة، مثل كأنه حاطت سبوت من تحت مزبوط يعني ومضول الشلال، ولكن هيدي طبيعية مزبوط. هيدي بارت 2 من ناتشورال فينومينا، في بارت 3 إذا حبيتوها أكيد. أنا بتمنى أكون معك ونعمل البارت 3 سوا.
اوكي خلص بعد. ثانك يو مارك. بنرجع بنشوفك النهار الاربعاء عن الاراد. مشاهدينا وقفه، انا برجع بشوفكم بكوكينج اتتلا.